أنا قررت ابتداء من سنة 2022 إن شاء الله تكون جاهزة وفعالة في الميدان، نخلق الهيئة خاصة يناجنس وكالة وطنية للعقار الصناعي. العقار الصناعي ما يولي يتكلف لي به لا المير لا الوالي لا شرف الدائرة ولا غيرهم. وكالة وطنية للعقار الصناعي، نشوفوا الإجراءات من بعد تشري كاع العقار اللي موجود حاليا. تبقى مناطق النشاط هي في متناول رئيس البلدية والوالي، أما المناطق الصناعية تبقى من اختصاص وزارة الصناعة والوكالة هذه، وكالة وطنية.